الآن مشاهدينا مباشرة إلى بغداد ومراسل أو مدير مكتب الحرة هناك فلاح الذهبي. فلاح، مرحبا بك. مصادر بمفوضية الانتخابات أشارت إلى أن نسبة المشاركة تقترب من 32%. لا أعرف إذا ما كانت هناك نسب ربما عاجلة توصلت إليها فلاح. مساء الخير. حقيقة قبل أن أعطيك النسب، أنا الآن في منطقة كهرمانة، وكما تلاحظ كهرمانة الآن أطلق صراحة من كثرة الصور وبدت ملامحها. معي قائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي، لأنه حقيقة جاءنا مشكورا رغم واجباته، ولديه واجبات أخرى، لذلك دعني أبدأ مع السيد الفريق لكي نتعرف على أداء قيادة عمليات بغداد، ومن ثم سندخل في موضوع الانتخابات. مرحبا سيادة القائد. مرحبا بك. مرحبا سيادة فلاح. مرحبا بقناة الحرة. مرحبا بك سيادة القائد. هذا اليوم لم يسجل خرق أمني، هل هذا يعود إلى تعاون المواطن أم يعود إلى أنكم قمتم بتفكيك خلايا وكان هنالك جهد وراء الكواليس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. البداية نزف الثانية حقيقة للشعب العراقي كافة ولدولة رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة ولأهلنا في بغداد بهذا النصر والعرس الانتخابي اللي تفضلت به. هو الاثنين معا، المواطن اليوم متعاون مع القوات الأمنية وتعاون كبير، وقيادة عملية بغداد بذلت جهود كبيرة حقيقة. فترة استحضارات أخذت فترة طويلة ليست بالقليلة حتى نهيئ جو انتخابي ما بي شيء يأرق المواطن وما بشيء يأرقنا أنه يصير خرق عندنا في مراكز الاقتراع. عملنا كثير وكان عندنا عمل تعرضي في كافة قواطع العمليات، نتج من عنده شيء كبير. فككتوا خلايا سيادة القائد؟ عندنا عمل استخباري كان كبير جدا. احنا ألقينا القبض على عدد ليس بالقليل من الإرهابيين، وأيضا مسكنا سيارة مفخخة قبل أيام. أيضا كمان عندنا في حزام بغداد قتلنا انتحاري أيضا بها. حقيقة كان عمل متواصل. سيادة القائد، اليوم لاحظنا إقبال كبير في منطقة الطارمية والتاجي وأبو غريب. نعم. بعد ما كانت بالطارمية كان هنالك عملية. نعم. هذا يعني أن هنالك عملية استقرار في بالضبط. هذه المناطق؟ بالضبط. نعم نعم، مثل ما تفضلت، استقرار أمني ملحوظ حقيقة في مناطق حزام بغداد، في جنوب بغداد وفي غرب بغداد وفي شمال بغداد. نسبة الاقتراع كبيرة والمشاركة كبيرة، استقرار أمني واضح للمواطنين، وإحنا وضعنا أيضا قطعات حتى تبرز هيبة الدولة وتعطي المواطن شعور وثقة أنه محمي ويقدر يذهب إلى مراكز الاقتراع ويرجع آمن سالم. وفعلا حققنا ما نريد. احنا حسبنا في قياس عملية بغداد كل شيء استاذ الآن، يعني مراكز الانتخابات ما خلينا مركز انتخاب من يوم 6 حقيقة 5 بدينا بتفتيش كافة مراكز الانتخابات. طرق الذهب والإياب للناخبين أيضا فتشت، ومفارز من المعالجة الهندسة العسكرية خاصة في مناطق حزام بغداد فتشت الطرق، ما خلينا شيء، يعني شيء ممكن نتغ... إذا غفلنا عنه ممكن يسوي شيء أبدا أمانة. لكل شيء وضعنا له إجراءات، وهذه الإجراءات أثمرت حقيقة عن نجاح كبير في التأمين العملية الانتخابية. حسبنا حساب حتى إذا كانت هناك كنيران لا سمح الله غير مباشرة تطلق على، ومسكنا كل المناطق، يعني كل الإجراءات حقيقة وضعت قيادة عملية بغداد، وقاموا الأخوان قادة الفرق للجيش العراقي والشرطة الاتحادية قيادة شرطة بغداد بعمل كبير. الوكالات الاستخبارية كان عملها متميز حقيقة، وعندنا خطة مراقبة استخبارية قوية جدا. اليوم استخبارات في بغداد متميزة، أقدر أقول متميزة. يعني هذا يعني أن الفترة المقبلة ستشهد بغداد شيء من الأمان. أنا طبعا إحنا آسفين أخذنا من وقتك. مرحبا بك. وأنت مرحبا مشغول. مرحبا بك. بغداد آمنة وتبقى إن شاء الله آمنة وعصية على داعش ومن يتبع داعش. شكرا جزيلا. شكراً لك سيادة القائد. شكرا على مجيئك. شكرا. 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 نعم حيدر، حقيقة أعود إلى موضوع الانتخابات. هذا اليوم النسبة الأولية التي وصلتنا هي 40% في عموم العراق. تتفاوت النسب، الملاحظ حقيقة الذي شاهدناه هذا اليوم أن مناطق حزام بغداد شمالي بغداد هذا اليوم كانت نسب الإقبال فيها عالية جدا،
وهي ذات الغالبية السنية، وهذه ميزة في هذه المناطق التي لم يسبق لها أن تحشدت بهذا العدد الكبير. اللافت أيضا الموصل سجلت رقما كبيرا، عبرت 60% في عملية التصويت، في الأنبار قاربت 36 إلى 37%. لكن ما لوحظ أن في المناطق ذات الغالبية الشيعية هنالك عزوف كبير، تحدثنا مع عدد كبير من الشباب عن أسباب هذا العزوف، نسبت هذه الأسباب إلى قلة الخدمات، إلى الأداء الذي مر به المواطنون خلال الفترة الماضية. لذلك كانت نسب المشاركة هنا في العاصمة بغداد قاربت 36%، في البصرة قريبة من هذا الرقم. هنالك معلومة ربما خلال النصف ساعة المقبلة ستنبئنا بها المفوضية، في الكوت 28%، وهكذا النسب باتجاه الجنوب تبدأ متدنية، وهذا طبعا مؤشر على الرغم من أنه ولأول مرة السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية لأول مرة يظهر على الشاشة وهو يدلي بصوته في محاولة لرفع أصوات الناخبين، على اعتبار أن رفع نسبة المشاركة سيجعل من المقعد النيابي يرتفع سعره في الأصوات، وبالتالي ستفرز مجموعة من المقاعد تختلف ربما عن هذه النسبة. أشكرك شكرا جزيلا فلاح على كل هذه المعلومات، ولضيفك الكريم كنت معي من بغداد المدير مكتب الحرة هناك فلاح الذهبي.